جهود يملأها الحب من طلبة كلية الطب انطلقت من بلد الإنسانية إلى دكة العاصمة البنغلاديشية. مستخدمو منصة تويتر تداولوا خبرا عن مجموعة من طلبة كلية الطب بجامعة الكويت قاموا برحلة تطوعية إغاثية إلى بنغلاديش لتطعيم ما يقارب 3000 طفل يتيم لوقايتهم من الأمراض. المغردون عبروا عن سعادتهم العارمة متداولين صورا للطلبة أثناء تقديمهم المساعدات للمحتاجين، مشيدين بدورهم الإنساني وعطائهم البارز، داعين الله أن يوفقهم ويجزيهم كل الخير.